في برج قديم عربي تسكن فيه امرأة مرت حمودة عليا اسمها أمك البيا، وأمك البيا عندها ثلاثة بنات، الكبيرة اسمها سنية، الوسطانية اسمها هنية، والصغيرة اسمها قادرية. أمك البيا كل يوم تحضر العولة متاع الكسكسي هي وبناتها. بعد ما تريق للقمح تمشي للسوق تفرش ملحفة وتقعد تعرض هذيك البسكسي للبيع. نهار من الأيامات يتعدى راجل شباب اسمه الحيم، يغزر لهذا البسكسي يتسحر فيه، يقول لها يا أمك البيا محليه هذا البسكسي يشره لونه أصفر كذهب، شكون يعاونك في هالعولة؟ تقول وين ملا شد عندك بنتي الكبيرة سنية، وبنتي الوسطانية هنية، وبنتي الصغيرة قادرية من عينيا. يقول لها أنا اسمي الحيم وجيتك طالب راغب في بنت الحسب ونسب، بنتك الكبيرة سنية. قالت له ايه وزعما انا مش نلقى خير منك، تظهر شباب ويا حليلتك تاخذها. قالها ما اسمع، رد بالك تقول لحد، نحب نحسها كاتبتلي ولا مش كاتبتلي. قالت له عاد شباب هيدا الحب. اعطاها كيس معبي ذهب وقالها حضرها كما يجب، نهار الخميس تجيك كروسة تهزها من دارك لدار عروسة. قالت الله يبارك. هيا مشيت هيك لأمك البيا لدارها تبشر في بنيتها سنية. ويا سنية يا سنية شيك عروس شيك عروس. واسمه الحيم وراهو يشرع راهو شبيه راهو يهبل. قالت لها باهي ناخذو، أما رد بالك راك مش تمشي تخوض اختبار امتحان، شوفوا شوف تنجح ولا ما تنجحش قبل العرس. قالت لها ناخذ انا قاعده في الدار لعندي ما نعمل، خليني نعرف ونشوف مكتوب يومي. هيا سيدي حضرت الجهاز الكل والحنة والحمام وعملولها عرس يشر يشر في دار امك البيا. نهار الخميس جات الكروسة، ركبت العروسة على صغاريك وجلوة أمها وخويتها. والله كريم الله كريم الله ينصر الله يعين، هذه العروسة حسن زين بيضة ويتها الحمين. ويا عروس شرع الباب ودخلي العمارية. ركبت العروسة الكروسة وصلتها للبرج بتاع الحيم. لتبنك حتى العروس مش موجود. عشان قالت هيك قادر يا ربي ولهنية وانا وحدي بلا امي البيا، كيفاش نعمل في البرج الكبير هذا يا ربي؟ خافت خذيت عينها ورقدت. الغدوة الصباح تحل عينيها تغسل تلقى قدامها قفة معبية من جميع ما، على خضرة على غلة على لحم على سمك على دجاج. قالت هينا والله جيعانة، هزت هيك القفيفة وقعدت تدور تلوج على الدويرية اللي هي الكوجينة. من بيت البيت من بيت البيت طلعت لفوق هبطت للسدة ولا ريحة الكوجينة في الدار. شعملت كتفت يديها وقعدت. عدى نهار كامل لين طاح الليل وخذيت عينها ورقدت. لغدوة الصباح يدق الباب تحل تلقى نفس الكروسة اللي هزتها من دار أبوها عروسة
رجعتها لأمتها وبكيتها في عينيها. تعديت جمعة واحدة أخرى، وأمك البيا كالعادة تحضر في الكسكسي، تهبط للسوق تفرش الملحفة وتقعد تبيع في هيك الكسكسي. شكون يجي؟ رحيم يغزر لهيك الكسكسي ويقول لها: يا أمي البيا، محليه الكسكسي متاعك شر لونه أصفر كالذهب، شكون يعاونك في صنعانه وفي العولة؟ تقول له: آه هيا وليدي، شد عندك بنتي الكبيرة سنية، وبنتي الوسطانية هنية، وبنتي الصغيرة قادرية ما معينية. يقولها: أنا جيتك راغب في بنت الحسب والنسب، بنتك الوسطانية هنية تعطيها لي؟ قالت له: ملا، جعل سعدها خير من سعد أختها، عادش بي عطيتها لك. قالها: ما رد بالك، ما تقول الحد، حبها سرية مطلقة، وهذا السر المعد بالفلوس، حضرها وجهزها نهار الخميس تجيك الكروسة وتهزها من دربها عروسة. ومش كيف أختها ماشي راهي تعدي امتحان، شوفوا شوف تنجحش فيه، كان نجحت تولي زوجتي، كان ما نجحتش ترجع كيف ما أختها إلا دربها كيف ما جات. قطع عادش بيه، جع سعدة خير من سعد أختها، عطيتها لك، خذيت هيك الصبر معبي بالفلوس ودخلت لدارها. يا هنية يا هنية، جبت لك عروس، جبت لك عروس يا بنتي. قالت لها: يومي شكونه؟ قالت لها: رحيم. رحيم هو بيدو اللي خدا اختي؟ يا عدش بي يا بنيتي، تي اصلا ما شفتوش، بالك سعدك خير من سعد اختك يا بنيتي. قالت لها: بيه خير مني، انا قاعده نهار كله وانا نكسكس 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 بالكسكسي. يا سيدي خرجت بهيك الفلنسين، اشرات جهازي شرة، عم بدلها الحمام والحنة والجلوة. نهار الخميس جات الكروسة، ركبت هنية على الكروسة مع صغاريت والغنام تاع أمها واخوتها. الله كريم الله كريم، الله ينصر الله يعين، هذه العروسة حسن وزين، بيضة وجهها الحمام، ويا برج الحايب. كيف كيف سكت ونبات، حتى حد لا رحيم لا امه لا ابوه عجب. قالت هنية: فما هكا عروسة ما تلقى حتى حتى؟ استنيت 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 لين جاها النعاس ونبتت. الغدوة الصباحة لقت عينيها شنقات، نفس القفة معبية من جميع ما، الخضرة الغلة الحمص ما كنتش. قالت: أنا والله جيعانة، هيا نمشي نلوج على الدويرية ونطيب فطيرة قنبومة. بديت تلوج من بيت البيت، طلعت الفوق هبطت للصدى وريحة الكوجينة ما فماش. إيش عملت؟ كتفت يديها قعدت وتعدى نهار كامل لين طاح الليل وغلبها النعاس ورقدت. والغدوة الصباح يدق باب الدار، تحل تلقى نفس الكروسة اللي جابتها من دار بوها عروسة، رجعتها لأمها وبكيتها في فمها. تعدى أسبوع واحد آخر، وأمك البيا حضرت الكسكسي وهبطت للسوق، فرشت ملحفة وبدات تبيع في الكسكسي. شكون يجي؟ رحيم. يا ابني البيا، محلى الكسكسي بتاعك شره لونه اصفر كذب، شكون يعاونك في العولة؟ ملا، هيا خد عندك يا للا بنتي الكبيرة سنية، وبنتي الوسطانية هنية، وبنتي الصغيرة قادرية ما معينية. قال لها:
جيتك راغب في بنت لحساب ونسا بنتك الصغيرة قادرية والله قادرية ممنوع عينيا زعما سعد خير من سعد اخوتها زعما نعطيه لك قالها شو خسرة بالك تطلع هي من سعدي وكان ما كتبش المكتوب ترجع قطبي عادش بيصفى يكلف فلوس وخذيت لك الصر المعبي بالفلوس ودخلت للدار كيف العادة لك عروس تاخذوا شي قلت لها بربي سامحني يا امي شكونو قلت لها رحية بالله بالله رحية اللي خطب اختي سنية واختي قادرية واختي هنية وقيمة قادرية يخطبني نفسها راجل توا هذا معقول يا امي قلت لها يا بنيتي بيلك صعبت خير من صعب خوتك تجرب خسرة فكرت شوية قادرية قالت اي وافق والله اللي ما نعرف شنو هالسر وعليش عمل هكا في خوتي البنات الزوز قالت له العروس اي سيدي خرجت تشري الجهاز الكل وحضرت لها الحنة والحمام وعملت لها الشلوى ونهار الخميس تجيب كروسة تركب العروسة مع صغاريت والغناء تاع امها واخوتها والله كريم الله كريم الله يكسر الله يا هذه العروسة حسن زي بيضة وردها الحمي ويا عروسة العالم في الدخل العمالية ما ترعتكم ما ترعتكم ما ترعتكم ما ترعتكم لفرح هاي طفلة العروسة دوب خطت صيتها في برج الحي لا حس لا تبك فارغ عجب كانت قادرية شنو هالكبي عرس يا رسول الله ما فيهاش لا فرقة تغني لا عباد ربي تشطح هتوا نعمل محفل وحدي وبديت تتذكر في بوها وتغني جارية حمودة من بيت البيت طلعت الفوق هبطت للسدة ولا ريحتها لبرجينا عجب برج كين هكا يسوى ما يسوى ما فيهش برجينا ثوالي على شكون تجد الحكاية هذية والله ملاقيتها لاقيتها البرجينا نحات القبقاب من ساقها ودارت تضرب في الحيوط تضرب 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 في السيسان وفي الحيوط حتى حيط من الحيوط جاو وطاحت منه لقشة غزرت هكا كورجينا تعمر الراس كل البزارات كل الماعون والمغارف والسكاكن اللي موجودة من بلدان العالم الكل دخلت لها وبدأت تصنف مروقات وشوايح وتواجه ومن بعد مشات لبست روبتها المزيانة وخرجت دربوكة وبدات تزهى وتغني حاسبة روح عروسة لليري يما لليري لليري يما لليري محبوبي ما يبدل غيري
قادرية؟ قالت له قادرية حضرة جنابك شكون؟ قال لي أنا رحيم. قالت لي مرحبا بيك. توي دير رجولية ها؟ دير رجولية يا رحيمة. هكا تلعب ببيت الناس؟ قالها لا والله ما في نيتي هكا. أنا مش نحكي لك الحكاية. وأنتي دليلة كملك؟ كأنك حبيت تكمل معايا مرحبا؟ حبيت ترجع لداركم؟ ما فما حتى مشكل. قالت له سمعني. قال شوف ليلة اللي باتت أختك الكبيرة سنية نحلم ليلتها بصوت يجيني في عقاب الليل يفيقني ويقول لي هذيك راهي مش مكتوبك، هذيك مكتوب ولد الغول بو سبعة سلاسل. يا لطيف إيه؟ فأنا قررت إني حتى شوفين ما نشوفهاش وترجع كيف ما جات لداركم وسماح في الفلوس اللي عطيتهم لأمك. قال باهي هذي رجولية. إي وأختي الثانية هنية شبيها ها؟ قال لها أختك هنية دوبل رقدت ليلتها غمضت عينيا ويجيني خيال راجل في عقاب الليل يقول لي هذيك مش مكتوبة هاكي مرت الناس الضايع. يا لطيف على أختي. يا أخي أنا ما حبيتش حتى شوفين نشوفها. قالت له وينا؟ جات. قال لها أنت بالبيت ما شفت حتى شيء وليلة كاملة وأنا راقد ونشوف أحلام زهرية والنوار والبساتين والعصافير. أيا توافق تتزوج بيا يا قادرية؟ قالت له وافق وعلى شرط تجي تخطبني من دار بويا. وي كالليصة رجعت قادرية لدار بوها وجا رحيم وجاب أمه وجاب بوه وتقدموا كيف ما يتقدموا الناس الكل مش كل شيء في تونس حتى في المغرب العزيز الغالي وقاموا الافراح والليالي والملاح. كانت من سنية وهنية من الغدوة هزوا زيدهم وزوادهم واللي عز على قلبهم وفيدهم وخرجوا كل واحدة تلوش على مكتوبها. وقادرية قعدت هي المتهنية المجدية كيفها كيف كل امرأة تونسية ومغربية. وربي يبقى علينا الخير والمحبة هي